السلام عليكم، نرحب بالمشاهدين الكرام بحلقة جديدة من برنامج طبيبك. موضوعنا بالتأكيد راح يكون مختص بطب العيون أولا، وثانيا بالأمراض المتعلقة بالأطفال بدرجة أساس، طبعا عيون الأطفال. نحكي بموضوعين. الموضوع الأول راح يكون ما يتعلق بالأمراض الحساسية وجفاف العين المرتبطة أولا بالموسم، اثنين بالمرحلة الوراثية، ثلاثة بالاستعمال المفرط لبعض الأجهزة اللي هي أجهزة اللوحية والكمبيوتر والموبايل، خاصة من تشرب الوقت الحالي. نلاحظ بالفترة الأخيرة ازدياد إصابات الأطفال بحساسية العين درجة أساسا هي حساسية المنظمة والأجفان مع جفاف العين. طبعا هذا سببها بالدرجة الأساس هو الموسم، باعتبار إحنا بداية موسم الربيع والجو الانتقالي ما بين موسم الشتاء وموسم الصيف، تنتشر عندنا أمراض الحساسية عند الأطفال. نضيف لها انتشار ظاهرة استعمال التقنية الحديثة، يعني الموبايل والتاب والآيباد والكمبيوتر، هاي كل هالأجهزة تيصير استعمال مفرط بالنسبة للأطفال. فبالتأكيد هذا الاستعمال المفرط يترك آثار جانبية بعيون الأطفال، فنلاحظ ازدياد شكاوي الأهل أنه الطفل عينه حمراء، عينه تدمع، يفرك بعينه، حتى مرات أنه الطفل يضطر أنه يرمش بعينه بكثرة، وهي كلها علامات أنه أكو إجهاد، أكو تحسس، أكو جفاف بالعين. طبعا حتى يكونون الأهل بالصورة، أي مرض إلى مسبب وإلى استعداد وراثي، يعني ماكو مرض بدون استعداد وراثي، على الأكثر لازم يكون أكو استعداد وراثي، حتى إذا أجا مسبب راح يصير تضاعف عندنا المشكلة. فإحنا هذا أولا. ثانيا، كل مرض إذا ماكو وياه وقاية ماكو فايدة من العلاج، لأن العلاج إذا أخذناه فترة وبعدين ماكو وقاية نضطر أن نترك العلاج فترجع نفس المشكلة القديمة. فإذا إحنا لازم نركز موضوع العلاج هاي الأمراض اللي هو الحساسية والجفاف من ناحية الوقائية للطفل، وهاي مسؤولية الأهل قبل ما تكون مسؤولية الطبيب، لأنه إذا شفنا أنه إحنا مرتبط الموضوع بالحرارة، بالأتربة، بنوعية صابون أو شامبو يستعمل الطفل، فالمفروض إحنا لازم أول شيء نوخر هاي الأشياء. ومسؤولية الأهل، مسؤولية الأهل أن ينتبهون. اليوم أنا استعملت نوع شامبو معين، حسيت أنه ابني صارت عينه حمراء، أعرف أنه هذا الشامبو أذى العين فلازم أنا ما استعمله. أحس أنه هذا الطفل كل ما استعمل موبايل أكثر بالتأكيد راح تكون عينه حمراء أكثر، راح يضطر أن يفرك عينه. طبعا فرك العين بالنتيجة راح يولد لي مشاكل إضافية اللي هو التهابات الأجفان والتهابات العين، حتى مرات كثرة فرك العين تسوي لنا مشاكل مزمنة بالعين، حتى مرات تسوي لنا على سبيل المثال قرنية مخروطية. فإذا المشاكل هواية صارت عندنا من وراء الحساسية ومن وراء هاي الأجهزة. فنرجع ونأكد أنه الوقاية هي مسؤولية الأهل، بعدين تجي هنا مسؤولية الطبيب والعلاج، أنه إحنا نعطي العلاج المناسب. ولو أنا ألاحظ أن أكثر الأهل أول شيء راجعون للصيدلية ويستعملون قطرات قبل ما يجون للطبيب، إذا ما استعمل القطرات بعدين يذكر الطبيب. وأكو فد نقطة كلش مهمة نحب ننبه الأهل، أكو شيء اسمه قطرة معقمة. هواي أهل يستعملون شيء يجون للعيادة يقولون والله دكتور إحنا استعملنا قطرة معقمة. طبعا هذا خطأ بالقراءة، القطرة مكتوب عليها قطرة معقمة، مكتوب قطرة معقمة سترايل آي دروب، معناته أنه هاي القطرة من الداخل هي قطرة معقمة، بس الأهل يشقروها، يقروها قطرة معقمة، فيتخيل أنه إذا أخذ هذه القطرة فراح تعقم العين. طبعا أكو أدوية كارثية تسوي مشاكل كلش قوية بالعين، وبعض الصيدليات أو احتمال مو صيدلي، يعني مو صيدلاني أصلا، فهم يوقع بنفس الخطأ يصرف هاي القطرة على أنه هي قطرة معقمة، مع أنه هي بالأصل هي قطرة معقمة. فموضوع الدواء خاصة قطرات بالأطفال موضوع مهم وحساس. يعني يمكن يجيني واحد كبير يقول لي والله فلان كبير عنده حساسية ممكن أعطيه قطرة، بس مثلا طفل لا أبد، طفل لازم ينفحص وينط العلاج المناسب. ومو كل دواء يرهم بالأطفال
يرهم بالكبار ممكن يرهم بالطفل طبعا. اكو قطرات ما تستعمل جوا عمر الخمس سنوات، اكو قطرات ما تستعمل جوا عمر العشر سنوات، فبالتاكيد محتاج الى طبيب اختصاص حتى يوصف العلاج المناسب للحاله المناسبه هذه. اولا الوقايه، الوقايه حتى يقولون الوقايه خير من العلاج. الحساسيه من الامراض اللي ممكن علاجها بالوقايه، وبعدين يجي هنا موضوع العلاج الادويه. يعني اولا الوقايه، ان نشوف شنو الحاله الشغله المسببه للحساسيه وبعدين نحاول نتجنبها. اثنين تجي موضوع الادويه، والادويه طبعا عندنا ادويه موضعيه وادويه بلع عن طريق الفم. احنا بالعيون نركز على الادويه الموضعيه طبعا اكثر ما نركز على الادويه اللي هي شرابات او الحبوب او اي شيء ثاني. العين اكثر شيء يشتغل عليها هي القطره اللي تدخل بالعين، قطره او مرهم طبعا. عندنا انواع مضادات الحساسيه، عندنا مضادات الهستامين، عندنا قطرات من قطره بسيطه كلش الى قطره بها كورتيزون. طبعا الكورتيزون من الادويه لازم ننتبه باخذها بالنسبه للعين سبب مشاكلها الهوايه. طبعا ماكو عمر نقول اميون، يعني كل الاعمار ممكن يصير عنده حساسيه، ممكن يصير عنده جفاف بالعين. احنا قلنا الجانب الوراثي جانب كلش مهم، يعني انا اشوف تقريبا معظم العراقيين هم عندهم حساسيه، فالجانب الوراثي جانب مهم، فاي عمر ممكن يصيبه. بس طبعا اذا احنا اعطينا حجه للحساسيه ان تظهر فممكن تظهر يعني باي عمر مبكر، فماكو عمر محدد. بس طبعا كل ما الطفل بدا يطلع خارج البيت، كل ما بدا يستعمل هاي الاجهزه اكثر، كل ما بينت بعمر مبكر اكثر. طبعا اذا نتحدث عن موضوع اخر، طبعا هم نتحدث على موضوع الاخطاء الانكساريه والحول عند الاطفال. ايضا نلاحظ انه موضوع الاخطاء الانكساريه نلاحظها هسه بكثره. اتصور لسببين مهمة، اولا لان الطفل قام يستعمل عينه اكثر من اللازم، يعني هاي هم نرجع الى مشاكل هاي التقنيه الحديثه، انه انا يجيني طفل عمره سنتين تقول لي الامايه والله دكتور انا الموبايل ياخذه من الصبح ما يهده غير بالليل. وتصور الام مرتاحه يعني بالدرجه الاساس، لان هو هادئ وهي مرتاحه تكمل شغل البيت، بس ما تعرف هي على المدى البعيد هي عين الطفل قاعد تتاذى من وراء هاي الاجهزه. فالطفل بدا يشكي بعمر مبكر، لانه بدا يستعمل عينه بعمر مبكر. احنا قبل يعني ما حد يلبس مناظر، طفل يلبس مناظر عمر سنتين وثلاث سنين واربع سنين، بس لا صار بكثره هذا الموضوع. اولا بسبب استعمال العين المفرط واستعمال هاي الاجهزه ايضا. ثلاثه طبعا بسبب التقنيه الحديثه، احنا هسه عندنا اجهزه قامت تكتشف الاخطاء الانكساريه هم بسهوله. قبل لا كان لازم الطفل يكبر شويه يفتهم يقدر نلقف الدرجه مالته، هسه لا قمنا نلقفه حتى بعمر مبكر. فكثرت عندنا هاي الاشياء. طبعا انتشار الخدمه الصحيه حاليا متوفره، يعني فهمين العيادات الطبيه الخاصه، العيادات الحكوميه، التخصص الدقيق، لانه هسه توجه وزاره الصحه باتجاه التخصص الدقيق خاصه بالعيون. يعني قبل ما كان اكو مثلا تخصص دقيق طب عيون اطفال وحول مثلا، بس لا، طب عيون الاطفال والحول هو تخصص دقيق يمارسه طبيب اختصاص بورد عيون، صار له فتره طويله مو اقل من 4 إلى 5 سنوات هو طبيب اختصاص، بعدين يتخصص ضمن التخصص الدقيق هذا، وهذا يشمل باقي تخصصات العيون كلها. نركز على موضوع انه لازم اكو فحص احنا نسميه بالبري سكول ايج. كل الاطفال لازم يفحص نظرهم بعمر 4 إلى 5 سنوات قبل دخول المدرسه. ولو يعني بسكرينينج بروجرام، يعني الكل لازم يخضع، كل الاطفال يخضعون الى هذا الفحص. طبعا اكو فحص هو بالمدارس انه قبل ما يروح يسجل المدرسه يفحصوه، بس اغلب الاحيان هو فحص مو جدي. بينما هذا الفحص اهم فحص ممكن يمر به الطفل بحياته. لانه اذا لقينا عنده خطا انكساري بهذا العمر ممكن يتعالج وممكن نلقى له حل، بس مرات اذا دخل مدرسه وتكرس عنده هذا الخطا بعدين حتى يمكن حتى نظارات ما تلهمه يعني. فنركز على موضوع الفحص المبكر والتشيك المبكر لكل الاطفال قبل سن المدرسه. طبعا الحول عندنا انواع، عندنا حول ولادي
من اول ما يجي الطفل للدنيا هو عنده حول، يا اما حول داخلي يعني اتجاه العين للداخل، او حول خارجي، او حول يظهر بعدين. عندنا حول يظهر ورا 3 اشهر من الولاده، وحول ورا 6 اشهر حسب حاله الطفل ودرجه الضعف البصري اللي عنده. اذا اكو حول ولادي، اكو حول يظهر بعدين، واكو حول بسبب شلل بعضلات العين، اكو حول بسبب تحدد بعضلات العين، اكو حول بسبب امراض داخل العين. فالحول انواع، وهذا طبعا كلها تحتاج الى فحص دقيق وتوسيع للعين ونحدد نوع الحول، لانه كل حول له علاج معين والى طريقه بالعلاج. اكو حول نعالجه بالنظارات، واكو حول نعالجه بالعمليه. فهذا اللي يحددها طبعا طبيب اختصاص. لا هو حسب الحاله. احنا قلنا حول علاجه نظارات، ولو انه بعض الاهل ما يقتنعون بهذا الشيء طبعا، بس احنا طبعا ننصر على راينا العلمي بالموضوع. يعني اهل يجون عنده ابنه عنده حول، نفحصه عنده ضعف بالنظر، فلازم نلبسه نظارات. اكو اهل يقول لك لا دكتور سوي له عمليه باعتبار العمليه اسرع وتعدل الحول. لا طبعا الطبيب لازم يكون رايه هو الاول والاخير. احنا اذا حسينا انه هذا الحول علاجه نظارات، خلاص حاول انه نفهم الاهل ونقنعهم بوجهه نظرنا، وبالنتيجه احنا نريد مصلحه الطفل. فاكو حول علاج نظارات ويستعدل عنا نظارات، واكو حول لا نضطر ان احنا نسوي عمليه. واحنا قلنا ان حول ولادي، حول اول ما يجي الطفل للدنيا هو عنده حول، هذا حول ولادي. اكو حول يظهر ورا 3 إلى 6 أشهر، على الاكثر هذا حول بسبب ضعف النظر. واكو حول يظهر بعدين قد يكون بسبب شلل احد الاعصاب المحركه للعين. اكو حول يجي نتيجه ضربه خارج شده خارجيه على العين. فالحول اسبابه هوايه طبعا، والعمر مرات هو هم يحدد نوع الحول. اكيد احنا قلنا حول اذا هو حول ولادي فهذا علاجه على الاكثر عمليه، وهذا يكون نظره كل زين الطفل. الطفل نظره 6/6 بس عنده حول، هذا بالنتيجه عمليه. واذا عنده ضعف بالبصر فاحنا نلبسه نظارات. أسوأ شيء ممكن يصير احنا نسميه العين الخامله او العين الكسوله. عين كسولة بمعنى انه هاي العين بها ضعف، طفل ما لبس نظارات، ما سوينا له تمارين غلق، حصير عين كسولة يوصل الى عمر ما راح يقدر يتحسن حتى بعدين، يعني حتى لو لبسنا نظارات حيبقى نظره ضعيف بهذه العين. فاحنا ما عندنا يعني فقدان تام للبصر بسبب الحول، نحكي عن الحول اللي هو مو نتيجة شدة خارجية او نتيجة التهاب بالعين او نتيجة ورم بالعين، لا نحكي عن الحول اللي هو يا اما ولادي يا اما بسبب ضعف البصر. العين الكسوله طبعا تعريفها هو من يكون فرق النظر بين العينتين اكثر من سطرين على فحص الشارت سنو شارت. احنا العين الكسوله اذا احنا لقفناها بوقت مبكر ولبسنا الطفل نظارات وسوينا تمارين غلق ان نغلق العين السليمه، نجبر الطفل ان يستعمل العين الضعيفه اللي هي العين الكسوله، طبعا اكو نسبه نجاح كلش عاليه عندنا. بس طبعا هذا يحتاج تعاون قوي من الاهل، يعني لازم الاهل يفهمون شنو اهميه هذا الغلق، واذا ما سووا غلق شنو نتائجها المستقبليه على هذا الطفل. احنا عندنا تحديد مرات طفل الى عمر 6 سنين وما يستجيب على الغلق، 9 سنين ما يستجيب للغلق. الشيء الاكيد انه كل ما كبر عمر الطفل كل ما قلت احتماليه استفادته من موضوع الغلق، واحتمال يبقى العمر كله عينه كسولة. فموضوع الغلق موضوع حيوي بالنسبة للطفل، وتمارين الغلق لتجنب موضوع العين الكسولة أو العين الخاملة. طبعا هو عدم توازن بين عضلات العين، عدم بالدرجة الأساس وعدم توازن من عضلات العين. احنا عندنا العين من تكون بالمركز معناته أنه هاي العضلة تسحب منها والعضلة تسحب منها، اثنيناتهم جاي يسحبون بنفس القوة، فأكو توازن بالنظر. إذا العين منها سحبت أكثر فبالتأكيد العين حتكون حول خارجي، إذا العضلة الداخلية حيكون حول داخلي. طبعا هذا عدم توازن بين عضلات العين. مرات بسبب الحول الناتج من ضعف البصر، هذا أيضا الطفل من يريد يركز على الشيء القريب وهو عنده بعد بصر راح يبذل جهد إضافي حتى يركز، هالجهد الإضافي حيصير عندي حول داخلي، ولهذا احنا نلبسه النظارات موجبة. حول الخارجي على اكثر مرات نلبسهم نظارات سالبه حتى نقوي عندهم، احنا نسميه الاكوموديشن، رؤيه داخليه. فكل حول له
مسبب معين، إلى طريقة معينة، إلى عمر معين. بس الشيء الأكيد المعلومة أريد أوصلها أنه لكل حول أكو طريقة علاج، بس أكو علاج علمي لازم الأهل يفتهموه ولازم يمشون عليه حتى نوصل إحنا والطفل إلى نهاية سعيدة إله وإلنا. والعدسة اللاصقة يعني ما نقول هي فشي مضر، بالعكس هي واحدة من الطرق المستعملة لتحسين النظر أو لتصحيح البصر. بس طبعا هاي العدسة جاي يصير سوء استعمال إلها، سوء استعمال. يعني احنا عندنا عدسة طبية وعندنا عدسة تجميلية. يمكن عدسة طبية أني أفهمها وإلها مبرراتها طبعا، ولازم نوعيات معينة، لازم تتبع طبيعة العين، درجة لازم تحدد من قبل طبيب، طريقة تنظيفها، طريقة خزنها، طريقة لبسها، هذا كله تفاصيل. إذا احنا ما التزمنا بهاي التفاصيل بالتأكيد هاي حتتحول من شيء مفيد إلى شيء ضار جدا بالعين، والمضرة مع العدسة اللاصقة مرات حتى توصل إلى فقدان النظر. فإحنا إذا قررنا أن نستعملها، أما نستعملها بشكل صحيح أو أنه إحنا نترك هذا الموضوع نروح باتجاه النظارات اللي هي طبعا أأمن. طبعا العدسة أولا تبدي من درجة الأساس من اختيار النوعية، لأن أكو نوعيات رديئة، أكو نوعيات رديئة لازم نختار النوعية الزينة. أكو مرات نوعية إحنا نسميها الاكستندد وير، ومهما تكون النوعية لازم ما طول ساعات لبس العدسة، لازم ساعاتها مو هواية، وبالتأكيد لازم ما ننام وإحنا لابسين العدسة. طريقة لبس العدسات لازم إحنا نعقم إيدينا بشكل صحيح من نجي نلبس العدسة. النقطة الثانية المهمة، المحلول اللي تنحط به العدسة لازم هذا المحلول نوعية زينة، ما يحوي على بعض المواد الحافظة اللي هي مضرة على العين مثل مادة الثايمرزال. ثلاثة، لازم احنا يتبدل هذا المحلول بين فترة وفترة، يعني هذا مو سلعة معمرة حطينا العدسة مثلا احنا فترة طويلة ما لبسنا العدسة، حتى لو احنا ما لابسين العدسة لازم المحلول يتبدل، لان هاي العدسة تتشبع بهاي المادة. نقطة لخ مهمة، انه هاي العدسة مو العمر كله، المفروض همينا بيها عمر افتراضي، المفروض كل فترة حسب المكتوب عليها انه هاي تبدل خلال شهرين، هاي تبدل خلال 3 اشهر. اكو لا اشترى عدسة، مو اشترى حقيقة، هي اشترت عدسة يعني حتى نكون واضحين، اشترت عدسة والعدسة هذه بقت تلبسها في سنة ونص. فجأة تقول دكتور انا سنة ونص البسها ما صار عندي مشكلة، هاي اول مرة سعدي المشكلة. اكيد صارت مشكلة، لانه العدسة قديمة، المادة الحافظة قديمة، حتى العدسة تصير بها تشققات تقوم تدخل بها الجراثيم، تقوم تسوي لنا فد التهابات جرثومية حادة شديدة صعبة العلاج قرنية العين. احنا بالنسبة لنا قلنا يا اما ان نستعمل العدسة بالشكل الصحيح، يا اما ان نستعملها بالشكل الصحيح او ان ما نستعملها. هذا اولا، لان وقت ما صارت عندنا المشكلة، المشكلة تتباين أيضا من مشكلة بسيطة ممكن إلى مشكلة جدا معقدة. قد يكون مثلا تحسس من المادة الحافظة أو تحسس من العدسة نفسها، مثلا إذا بقت العدسة فترة طويلة بالعين فهي تمنع وصول الأكسجين إلى قرنية العين، فتجينا العين بها حمرة مرات حتى توصل إلى تقرحات. أخطر الأنواع هي الالتهابات البكتيرية للعدسة أو الجرثومية بصورة عامة، لأن ممكن تكون تبدي من طفيلي أو ممكن تكون بكتيريا. مثلا غسل العدسة بالماء العادي، ماء مع الإسالة مثلا، هذا كارثة طبعا، يخلق لنا في نوع من الطفيلي نسميه الأكانثميبا، هذا حتى صعبة العلاج ومؤلمة جدا. إذا صار عندنا التهاب بكتيري اللي هو قرحة بكتيرية بالقرنية، علاجها جدا صعب، لأن تكون أنواع من نوع اللي هو احنا نقول ريزيستنت للانتيبايتيك، اللي هو مقاوم للانتيبايتيك اللي موجود مضاد الحيوي الشائع عندنا مثلا السودومونوس. احنا بالنسبه لنا نركز على موضوع دائما على موضوع الوقايه، لان وقت ما صارت المشكله حندخل في متاهات ويا المريض. طبعا هي لها علاجات، بس اغلب الاحيان تنتهي بضرر
بالعين قد يكون ضرر بسيط او ضرر شديد. يعني طبعا يعني العلاج مهم يتنوع، من علاج موضعي داخل العين اللي هي قطره او مرهم، حتى مرات نضطر الى حقن ابر داخل العين او حقن ابر داخل المنظمه اللي هي مضاد حيوي، ومرات حتى ناخذ ادويه او ابر سيستميك، يعني ابر ضرب بالوريد او حبوب بلع. يعني بس احنا قلنا يعني طبعا بنصير التهاب بالقرنيه، فالالتهاب مو سهل العلاج. احنا يعني اختيار النوعيه طبعا مهم، والتوعيه بالنظافه الشخصيه، والتوعيه بنظافه العدسه طبعا هذا جدا مهم، والمفروض انه ما تلبس فتره طويله، لان اكثر النوعيات الموجوده حاليا بالسوق هي نوعيات رديئه، وحقيقه انا جاي الاحظ انه حتى تنباع على الرصيف، يعني عدسه لاصقه تنباع على الرصيف، يعني هذه مشكله كبيره. ف يعني المفروض تنوصف بوصفه الطبيب وتنباع بمكان على الاقل نوعيه الحفظ مالته تكون حفظ بشكل صحيح، اما ان تنباع على الرصيف او يبيعها محل كوزمتيك، يعني هذه جريمه بحق العدسه وجريمه بحق المريض نفسه. يعني اكيد يعني طبعا احنا هسه دخلنا بموضوع وزاره الصحه، دخلنا بموضوع اختصاصات دقيقه، وبالتاكيد اختصاص دقيق يحتاج الى امكانيات، دخلنا اختصاص دقيق بعد امكانيات. احنا هنا بمستشفى جراحات نعتبر احنا نقول تيرشري سنتر، مستشفى ثالثي، يعني ما عندنا مكان ندز عليه، يجينا المريض لازم نلقى له حل. فبصوره عامه احنا معظم عمليات الاطفال الحول طبعا تجرى بالمستشفى، ممكن اجراءها، فما عندنا مشكله بعمليات الحول. يعني طبعا زرع القرنيه موضوع يعني ذو شجون، يعني موضوع طويل كلش. يعني فزرع القرنيه اكو بسبب امراض معينه بالقرنيه اللي هو على اكثر القرنيات المخروطيه، بسبب حوادث معينه خاصه احنا بالفتره الاخيره ما نتعرض من عمليات عسكريه، فكثرت عندنا حالات الاصابات بالعين، فهي كلها تؤدي الى ضرر دائم بالقرنيه. اي بياض او عتمه بالقرنيه، احنا المريض يشكي وعنده عتمه بالقرنيه، فبالتاكيد مرات تتبع بعض انواع العمليات داخل العين يصير عندنا ضرر بالقرنيه، فهذا ايضا يستفيد من زرع قرنيه. يعني السكر مرض يتلف الجسم كله، انا اقول اسميه دائما اقول للمريض اقول يتلف جسمك من شعر راسك الى اظفر رجلك، يتدخل بكل تفاصيل الجسم، والعين من ضمن هذا الشيء. السكر اثاره على العين تبدي من القرنية إلى عدسة العين إلى السائل الزجاجي إلى الشبكية إلى العصب البصري، يضرب العين بكل تفاصيلها. وهمنا نرجع ونقول الوقاية خير من العلاج. السكر من الأمراض اللي أيضا هسه حاليا شائعة بالبلد، طبعا أيضا من الأمراض الشائعة بالبلد. يعني ما أعرف، إحنا قبل كانوا يقولون السكر يظهر بعد الأربعين والخمسين، لا احنا هسه السكر يظهر بالعشرين وبالثلاثين، فهذه مرض شائع هواي نلاحظه. المشكلة انه اكثر الناس يتهاونون بموضوع علاج هذا المرض، يصير تهاون على هام بسيطة ومو اشكال، وبعدين عدينا ارتب اموري ما نشوف الا هناك وضرب الشبكية عندنا، دخلنا بنزف بالشبكية، دخلنا بنزف بالسائل الزجاجي، حتى مرات يصير عندنا مي ابيض بسبب هذا المرض، هذا سبب تهاون المريض بعلاج السكر بمراحل الابتدائية. وحقيقة وقت ما السكر ضرب الشبكية فالمريض حيدخل بمتاهات، متاهات أنا أسميها داخل العين، لأن هاي المتاهات راح تبدي ويا علاجات، نبدي ممكن بحقن أبرة داخل العين، ممكن ليزر للشبكية، وبعدين ممكن تتطور الأمور إلى عمليات فوق الكبرى احنا نسميها عمليات قص السائل الزجاجي. يعني احنا عندنا اذا الضرر خلينا نقسمه الى ضرر بسيط متوسط شديد. ضرر بسيط طبعا قبل كل شيء، قبل اي علاج للعين يجب ان يكون السكر منضبط. اي علاج للعين والسكر ما منضبط بالتاكيد هذا علاج ما بيه فائده. اولا تنظيم السكر. اثنين تحديد شده الضرر ومكان الضرر وين. اذا ضرر عدسه العين فهذا ممكن عمليه سحب مي وزرع عدسه. إذا ضرر نضح في مركز الرؤية أو نزف في مركز الرؤية، هذا حاليا عندنا تقنية العلاج حديث وفرته وزارة الصحة اللي هو عقار اللوسنتس. هذا العقار توفر عندنا قبل حوالي سنة، واستفادوا من عنده مرضى بكثرة،
هذا العقار سوالنا في الثورة يعني حق أبرة داخل العين وحسن عندنا نظر واستفاد من عنده هواي مرضى. ممكن ليزر، حتى الليزر أنواع طبعا. وقلنا إذا طورت الحالة وصار عندنا نزف أو تليفات بالعين في ذاك الوقت عملية قساء الزجاجي. الوقاية بتنظيم السكر أولا، لأنه إحنا إذا سكر ما منتظم، يعني خلينا نعطي معلومة للناس، إحنا حتى لو سكرنا منتظم، حتى لو سكر منتظم ودائما الحل الطبيعي، فورا كم سنة السكر يضرب الشبكية. فكيف إذا السكر ما منتظم المصيبة أعظم. فلازم الوقاية درجة الأساس. نهاية حديثنا ومن خلال شاشة الموصلية راح نقدم نصيحة عامة للأطفال وللأهل بالدرجة الأساس. الوقاية دائما أكد أن الوقاية خير من العلاج. فكل الأمراض اللي ممكن نذكرها اللي هو الحساسية، جفاف العين، التهاب العين، سكر، أي مرض الوقاية بجانب كلش مهم. أخطاء الانكسارية، الفحص المبكر مهم، الحول فحص مبكر مع التزام الأهل أيضا مهم. كل هذه العلاج مو بس على الطبيب، مو بس على القطرة والذهب، العلاج جزء مهم على الأهل وجزء أهم على الطبيب.